منو بينا ما يحب كبة الجريش والبرغل؟ وأنا مسويتها مسبقا وحبيت أراويكم شلون سويت الصوص مالها. هو طريقة كلش سهلة. في البداية حطيت الكبة بماي حار، وبس تطوف لي فوق أشيلها وأصفيها من الماي، وما تأخذ إلا 3 دقائق. نحبس البصل، لكن ما نخليه يصير أشقر، ونضيف عليه البهارات، الكاري والملح والفلفل واللومي أسود اختياري، ونحمسهم لحد ما تطلع ريحة البهارات الحلوة. وهنا بعد ناخذ 3 دقائق إلى 4 دقائق. وهنا أنا ضفت البطاطا، والبطاطا اختياري وممكن ما تضيفوا لها أي شيء، وصلصة المعجون ملعقة كبيرة، والمي الحار. وهنا خليتها تغلي حوالي 10 دقائق لأن أريد البطاطا تستوي. وبعدها ضفت الكبة المسلوقة، أطيب كبة راح تاكلوها بحياتكم، صوص لذيذ جدا. و5 دقائق إلى 7 دقائق وتكون جاهزة، وبالعافية عليكم.